صباح الخير يا حلوين، جيت لكم فيديو جديد. يلا بقى بينا كده نبدأ اليوم مع بعض. هعمل اول حاجة كده بن كده، ايه، ببندق. البن ده انا بحبه قوي، بعمله كده باللبن يعني زي ما شفتوا، والمج ده يا جماعة بعشقه بجد، فقلت كده اشرب فيه. شايفين الغطا بتاعه ده مراية بجد، يعني مراية حقيقية، ففكرت اخدها بعد كده معايا في الشنطة. بجد عجباني قوي قوي. كل سنة بقى وانتو طيبين. بمناسبة رمضان، قولولي بقى عملتوا تفريزات ايه، ولا روقتوا الشقة رمضان ولا لسه، ولا ايه بالظبط؟ انا طبعا لسه ما عملتش اي حاجة، عشان انا يعني الفترة دي بجد فترة عيا بالنسبة لي، يعني انا وابني وجوزي تعبانين، احنا التلاتة بجد البيت كله تعبان، وكنت قاعدة كمان فترة كبيرة كده عند ماما، فبجد يعني مش لاحقه خالص اعمل اي حاجه، ولا حتى لسه ما يعني ما خفناش، بس فتعبانين قوي بجد، دعولنا يعني نخف وكده. انت تحس الجو وحش والناس كلها تعبانه، وبالذات سليم كان تعبان قوي، رحنا كشفنا عليه كذا مره، فبجد يعني انا متضايقه قوي الفتره دي، فدعولنا كلنا كلكم يعني دعولنا ان احنا نخف وكده. سليم بقى كان فجأة لقيته بيرجع بصفة مستمرة، وجاله كمان إسهال، فبجد أنا كنت متدمرة الفترة دي، ونزلنا بقى طلعنا نجري على الدكتور وكده. تحسه أصلا الجو كله بجد عيا، ربنا بجد يشفينا يا رب كلنا ويشفي كل مريض. قولولي بقى انتوا عاملين ايه في الجو ده، وانا حاسة ان الجو كده ابتدى يحرر شوية، انا بحب قوي الجو كده اما ايه اما يبتدي يحرر. قولولي بقى بتعملوا ايه كده في حياتكم، حاجات جديدة عملتوها، فرستوا ايه بالظبط، عملتوا ايه. عايزين بقى كده نعلق زينة رمضان كده مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين، ونملى كده بيوتنا كلها بالبهجة والفرحة. بجد رمضان من احلى الشهور اللي بيعدوا، عشان بيدوكوا كده طاقة ايجابية، وبتعملوا كل المراسم الحلوة والدينية، وبجد شهر تحفة، بيبقى حلو قوي وبيعدي كده في ثانية. فقولولي بقى علقتوا زينة رمضان في بيوتكم ولا لأ. هنا بقى كنت عملت الرز طبعا، عشان ايه يعني نتغدى بسرعة، طبعا كلكم عارفين طريقته يعني سهلة قوي. وهنا قلت اعمل ملوخية كده بسرعة عشان كنا جعانين قوي. طبعا جبت سمنة وحطيت عليها كده توم وكمان طماطم، وقلبتهم حلو قوي كده، بسيبهم شوية يتسبكوا يعني مع بعض. الطريقة دي بتاعت مامتي، انا خدتها صراحة منها، عشان بحب قوي يعني الملوخية بتاعتها، بحسها مختلفة ومميزة قوي، وطعمها بجد خرافي. بس تحاولوا كده تهرسوا حلو كده القوطة اللي انتم مقطعينها صغير او بشرينها، لما تحسوها بقى اتسبكت شوية حطوا عليها كمان معلقة كزبرة بس كده، وتسيبوها كده شوية مع بعض، وشوية عليهم ايه المية المغلية، سواء بقى هتعملي طبق او طبقين على حسب ايه كمية التوم اللي انت حطاها. بس كده يعني الشوربة دي بقى تغلي غلوة او غلوتين كده، وبعد كده ضفت عليها كده مكعب مرقه، عشان دي ما كانتش شوربه، انا كنت حاطه ميه يعني مغليه. وجبت طبعا الملوخيه بقى بتاعتي، دي ملوخيه برضو ماما اللي مديها لي يعني مجففه كده، اللي هي الناشفه، فبتجيبها على طول من ايه من عمته يعني في البلد، فبتبقى حلوه قوي صراحه، حلوه جدا. كل ما تخلص الصراحه بتديني بجد، والله مش عارفه من غيرها كنت عملت ايه، ربنا يخليها لي يا رب. كل ما تعرف بس ان انا خلاص قربت تخلص عندي، بلاقيها مدياني كيس تاني، وبرده كيس عملاق يعني كبير جدا. بس كده بقى بقول لكم، هي ملوخيه خطيره وطعمها تحفه. هنا بقى عملت اللي هو الطبيخ البطاطس عليه كفته، برده يا جماعه الكفته دي برده ماما اللي مديها لي في اكياس كده، حبه كفته كل يعني كذا كيس فيه كفته، فبرده انقذني بجد. قطعت بس بطاطس صغنططه، ورحت حاطه بقى الكفته كده في الطبيخ بقى، وقلت خليهم بقى مع بعض يستووا. انا كنت عايزه اعمل كده اكله سهله وسريعه وفي نفس الوقت مغذيه وتاكلنا يعني. بس كده بقى اوريكم الاكل بعد ما استوى، اهو الرز والملوخيه، وكمان طبق الكفته اهو بالبطاطس، بجد كان طعمه خطير. اهو بقى الرز، لو انت بقى مستمريه معايا لحد اللحظه دي بجد ما تنسينيش في اللايك والكومنت الحلو كده زيك، وقولولي عايزين اعمل ايه تاني، روتينات في المطبخ ولا في الشقة ولا ريفيوهات ولا ايه بالظبط، يعني اي حد نفسه اعمل اي فيديو يكتب لي تحت، هستنى تعليقه ان شاء الله. بس ده كده بقى الغدا المتواضع البسيط اللي انا عملته على قد الصراحة،
جينا كده بالليل بقى قلت لازم بقى ايه نعمل حاجة حلوة كده بقى ناكلها. دي بس الفاكهة اللي كانت عندي، يعني كان عندي اناناس وفراولة وموز، فقلت الليمونة دي يا جماعة مالكوش دعوة بيها، سليم ماسكها ومصمم يحطها مع الفواكه يعني. بس قلت اعمل كده فروت سلطة كده طبق بس بسيط برضو ناكله كده انا واحمد وسليم يعني، فطبق شغنطوط كده على قدينا وبس كده. بجد الروتين ده ان شاء الله يكون خفيف كده على قلبكم ويعجبكم كلكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. Thank you.